رمضان 1994. جوليا روبرتس وتوم كروز يفوزان بجائزة People's Choice Awards في دورتها العشرين. نيلسون مانديلا يرفض طلب اليمينيين من الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا لإقامة وطن منفصل. مانديلا كان ساعتها رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قبل ما يكون رئيس جنوب أفريقيا بحوالي 3 شهور، وكان عنده 75 سنة. رفض الطلب وقال طول ما أنا عايش مش هيكون في فولكستات في بلدي. وفي نفس الشهر استعد الأول انتخابات غير عنصرية في بلده. تصدر البحرية الأمريكية أول أمر دائم بتعيين النساء على متن سفينة قتالية. لوحة الصرخة الأشهر في تاريخ النرويج التي رسمها الفنان إدفارد مونك في 1893 اتسرقت من متحف بأوسلو في خلال 50 ثانية فقط. الاثنين الحرامية نطوا من شباك في المعرض الوطني وقطعوا الحبل اللي معلق اللوحة على الحيط وسابوا يافطة مكتوب عليها ألف شكر على الأمن السيء. لكن بعد العيد الصغير بشهرين تقريبا البوليس لقى اللوحة في فندق قريب على بعد 75 كيلو من المتحف. تعلن وزارة الدفاع الأمريكية عن حظر التدخين في أماكن العمل. مليون يوناني حضروا جنازة الممثلة والمطربة والسياسية ميلينا ميركوري. يطلق الجيش الجمهوري الأيرلندي IRA قذائف هاون على مطار هيثرو في 9 مارس. زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب جنوب شرق جزيرة سوماترا في إندونيسيا ليودي بحياة 200 شخص. اتهام 4 إرهابيين عرب بتفجيرات مركز التجارة العالمي بنيويورك. نطقت هيئة المحلفين كلمة مذنب 38 مرة في كل مرة سألها كاتب المحكمة عن الحكم على كل التهم الموجهة إلى الرجال الأربعة. وبعدها صرخ أحد المحكوم عليهم بالعربي النصر للإسلام، وبدأ اثنان من المتهمين في الصراخ الله أكبر ردا على الأحكام. أما أخبار بلدنا الحبيبة، اللحمة غليت 3 جنيه عن السنة اللي فاتت واليانيش بقى أرخص. قبنوري للفيديو جيمز تقدم أكبر استثمار في عالم الاقتصاد، بيع فوري، تقسيط وإيجار. معسكر قصير للمنتخب الوطني خلال الشهر الكريم استعداداً للبطولة الأفريقية. مودرن موتورز تهنئ سوزوكي إيجيبت بعيدها الخامس ومولودها الخامس سوزوكي سويفت 1300 بالتكييف ومن غير تكييف وبسعر منافس 52 ألف جنيه شمل الضريبة، وسوزوكي ماروتي ب 28 ألف جنيه فقط. جوز جزمة مش عامل أزمة، جزمة إنجليزي والسعر إيزي. فندق وكازينو موفنبيك هليوبوليس يقدم يوم عائلي بديع، ولأول مرة المطرب إيهاب توفيق مع سلاحف النينجا والأطفال. والتلفزيون يقدم فوازير عم فؤاد والسياحة، مسلسل العائلة، فوازير احنا فين؟ مسلسل أرابيسك أيام حسن النعماني بطولة صلاح السعدني وهدى سلطان. مسلسل لا بطولة يحيى الفخراني ودلال عبد العزيز. جنابك بتقول إن مفيش سبب قانوني يخليني هنا؟ ومفيش أي سبب قانوني يخرجك من هنا. إذن نخرج بشرفنا. مسلسل سلاحف النينجا، طبعا قبل ما يتشهروا في حفلة إيهاب توفيق في فندق موفنبيك. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة ودوس على الجرس وسيب لنا تعليق.